موضوع محاولات متكررة لاغتيال ملك المغرب. المحاولة الأولى كانت سنة 71. شوف، أولاً الدعاء أن احنا ليبيا بتقتل ملك المغرب ما كان صحيح. أنا أيدنا ما حدث في المغرب، كنا شباب اعتقدنا أن ما يحدث في المغرب هو ما يحدث في ليبيا. هذا النظام يعني، وكنا نعتقد أن هؤلاء ضباط أحرار يريدون. هو شنو اللي صار بالضبط في ليبيا حتى بس نذكر السادة المشاهدين؟ صارت محاولة انقلابية؟ لا، الذي حصل في ليبيا أنها نحن شباب. لا، في المغرب. في المغرب حصل انقلاب، معلومات كانت شحيحة، ولكن خرجوا وحصل هذه. فاعتقدنا في 71 في ذلك الوقت طبعا شباب صغار، وأن حصل انتفاضة في المغرب لنؤيد هذه الانتفاضة لعلها تربط المغرب العربي ويصبح المغرب دولة واحدة ووحدويين. ما كانت المعلومات متوفرة بذلك، لكن لم نكن طرفا في الانقلاب. لكن دعم عرضنا دعم الانقلابيين في المغرب. عرضنا دعم حسب وثائق الارشيف البريطاني ان 12,000 من, نعم من من عرضنا دعم علني، وكان في الاذاعه ما كان سر لهؤلاء الضباط اذا كان احتاجوا لنا. ولكن قضيتي في ساعات انتهت، ما كان لها اي، ما كانت بالشكل اللي نحن تصورناه في ذلك الوقت. في في 72 أيضا تكررت الأحداث مجددا. الملك الحسن ملك المغرب ذكر أن من خلال المحاولة الانقلابية التي تعرض لها في سنة 72 بقصف طائراته، قال له الرئيس الجزائري وقتها هواري بومدين، وأبلغه أن القذافي طلب منه أن يسمح للطائرات الليبية بعبور الأجواء الجزائرية لمساعدة الانقلابيين وقصف قصر الملك الحسن، ولكن بومدين رفض. أيضا تكرر الموضوع في 72. شوف، احنا كنا حلفاء للجزائر، ونحن متاثرين كثيرا بالجزائر والقذافي تحديدا، ونحن جيلنا ثوره جزائريه وحلمنا وشعار الجزائر وعلم الجزائر حتى هذه الساعه نرفعه في بيوتنا لهذه الدرجه. بلد المليون شهيد، نشيد الجزائر نحفظه عن طريق قلب يعني كلنا حتى هذه الساعه ونردده. حلفنا مع الجزائر هو اللي خلى علاقتنا مع المغرب سيئة.